ما هو تفسير رؤية شرب القهوة في المنام؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها فلا يحدث بها إلا ما يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره. والرؤيا ثلاثة: الرؤيا الصالحة بشرى من الله عز وجل، رؤيا المسلم التي يحدث بها نفسه، رؤيا تحزين من الشيطان. مثال رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم هي رؤيا حق، فقد قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي. ومن تفسيرات عصرنا حلم القهوة في المنام. القهوة: إذا حلمت بشرب القهوة فهذا يعني عدم موافقة الأصدقاء على نواياك في الزواج. إذا كنت متزوجا فإنه يتضمن خلافات ومشاجرات متكررة. إذا حلمت بالمتاجرة بالقهوة فهذا ينبئ بفشل الأعمال. إذا كنت تبيعها فإن الخسارة مؤكدة. إذا كنت تشتريها فقد تحتفظ بسمعة حسنة. إذا رأت فتاة القهوة أو عالجتها في حلمها فسوف تسبب لغطا حولها إذا لم تكن متحفظة في أفعالها. إذا حلمت بتحميص القهوة فهي تعني للفتاة نجاة من شر بزواج محظوظ من شخص غريب. إذا رأيت قهوة مطحونة فإنها تنبئ بجهود ناجحة مع الشقاء. القهوة المجففة تحذرك من ملاطفات الغرباء المريبة. القهوة الخضراء تعني أن لديك أعداء جسورين لن يظهروا لك الرحمة وسوف يناضلون للإطاحة بك. وإذا حلمت بشرب القهوة فهذا يعني عدم موافقة الأصدقاء على نواياك في الزواج. وإذا كنت متزوجا فإنه يتضمن خلافات ومشاجرات، وعمل القهوة أو شربها يدل على التعامل مع الناس بالحكمة والسياسة، لأن القهوة بها مادة منبهة. أما رؤية مطحنة قهوة في أحلامك فهذا يدل على أنك تقترب من خطر، وستبذل كل ما لديك من طاقة ويقظة لتجنب عواقب كارثية.